28 مضرب يوصلوا لنهارهم 28 من إضراب عن الطعام. اليوم بعد 5 سنين من الثورة، الناس اللي ناضلت ضد النظام السابق واللي كانت موجودة في البلاصة هذه بالذات قدام وزارة الداخلية تكون ديجاج، كانت موجودة في الجهات، كانت مسكرة الكياسات وكانت في الصفوف الأمامية، اليوم معناها ما زالت ممنوعة من أبسط حقوقها بعد معاناة الفرز الأمني في وقت بن علي. ما زالت بعد 5 سنين من الثورة تعاني في الفرز الأمني وتعاني في الفرز من العمل ومن الحياة الكريمة. المضربين وصلوا حالة اختيار. البارح عملنا موعد مع السيد رئيس الحكومة سي الحبيب الصيت، اتفقنا فيه على تشكيل لجنة مشتركة باش يترأسها مستشار رئيس الحكومة السيد بلال، وباش يكون فيها زوز على الاتحاد العام لطلبة تونس وزوز على اتحاد أصحاب شهادات معاطلين عن العمل وعدد من النواب بطبيعة مع ممثلي وزارة الداخلية وزارة الشؤون الاجتماعية للانطلاق للنظر في الملف. نعتبره تشكيل اللجنة إيجابي، لكن نعتبره زاد ياسر خاطر 28 يوم الناس قريب باش تموت وخايفين لسير العمل نتاع اللجنه هذه يكون بطيء. بالنسبه لضرب الجوع متواصل ما علقناهوش، لان ما عندناش ثقه في الحكومه هذه الا ما ناخذ في ايدينا حاجه واضحه، محضر جلسه واضح فيه الفرز الامني نتاع العباد هذوما، يقر بفرزهم الامني ويتعهد قانونيا وسياسيا واخلاقيا بتشغيل. باش يعملونا هاك نتاع البي 2 والمعيار نتاع البي 2، لكن نحن نرفض هذا المعيار، لان هذوما اولا حقهم في التشغيل ضامنهم من الدستور وحتى حد ما قادر يمنعهم منه. هذوما ناس مفروزين اجتماعيا، وعلى الـ 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 الجهات المسؤوله انها تبطل منه عليها. كان المفروز امنيا معناها قبل نظام بن علي كان يخلي تراس في الفرز الامني، ناس تدخل الحبس وتحال على محاكمات ويمارس عليها العنف النفسي والجسدي وما تبقاش حتى تراس، لازم ينحوها هذه. الموضوع هذا هو موضوع معناها قاعد يتعقد، قاعدين برشا ناس يستغلوا فيه معناها باش ممكن يعملوا معناها حمله سياسيه ولا حاجه اخرى. احنا راهو انا باش نلقاوه مفروز امنيا، انا باش نلقاوه يضبط الا هو مفروز امنيا، احنا نلقاو له حل. مش نجيو الناس معناها هذه حكاس وقال مفروز امنيا. الحكومه كان جزء من النظام اللي فات، هذه حاجه مفهوم يحبوا يمسحوه. لا ثم فرز امني ومورس القمع على الشباب، ومورس معناها اقصائهم من حقهم في الشغل وفي حتى يعدوا في مناظرات يقصوهم قبل حتى ما تخرج النتيجه. هذه نغمه لازم تنحيها الحكومه وشباب الاتحاد العام لطلبة تونس، مورس عليه جميعا بدون استثناء الفرز الامني. ملف التشغيل هو شعار من شعار الثورة بيسير، وإحنا كي نقولوا أنه شعارات تاع الثورة ما تحقق منها حتى شيء، وخاصة شعار نعتبره مركزي أنا وشعار التشغيل، معناها البطالة اللي قاعدة تضرب الشعب التونسي بكل فئات، ولكن خاصة شباب المعاطل وشباب صاحب الشهادة العليا، وهاو خلط عليهم ملف المفروزين أمنيا. معناها هذو حقهم نحطوهم تاج على رؤوسنا احنا، هذوما شباب اللي وقت بن علي وقت اللي كنا أربعة من الناس نتجر وننقدوا، كان شباب هذا يجي يحمي المقرات نتاع الرابطة ونتاع الأحزاب السياسية، وكان في الشوارع وفي الجامعة إلى آخره. فهذوما حقهم اليوم نكرمهم، وهما الأولوية في التشغيل. مش اليوم نشوفوا حالات وإضرابات جوع والناس وصلت إلى حالات صحية معناها خطيرة جدا، فدعوة مرة أخرى إلى لأنه نجموا نغلقوا الملف إن فابورتوت نسكروه، هذوما نعطيهم حقهم ونعترفوا لهم بالجميل قبل ما يوصلوا في الوضعية هذه، نعترفوا لهم بالجميل. فهذا ملف حارق حقيقة.